بجد تحيه بحضراتكم مره تانية، انا برحب باثنين من ضيوف النهارده من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، العربي جمال مواليد 2000 وفارس طارق برضو لاعب من مواليد 2000. ازيك يا عربي؟ ازيك يا حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا فارس؟ الحمد لله يا كابتن. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. قول لي بقى عربي، في الاول انت بتلعب ايه؟ مركزك ايه؟ انا بلعب فروت صريح، والكابتن امين بيلعبني برضو ممكن تحت الفراوده ده، واوقات بلعب نص ملعب او هاف برضو. يعني كابتن امين بيوظفك في كذا مركز؟ اه، في اكتر من مكان. بس انت المركز اللي انت بتحبه بقى وبتفضله او بتجيد فيه بشكل كبير ايه؟ الفيروت. مهاجم؟ اه مهاجم. وانت برضو يا فارس مركزك ايه؟ انا باك رايت، وساعات بلعب برضو سيرد باك، وساعات بلعب ديفندر برضو. كويس. شايفين ان تتوظف في كذا مركز دي حاجه مهمه صح؟ اه حاجه كويسه طبعا. اه طبعا. المدرب اي مدرب بيكون عايز يعني لعيب في كذا مركز عشان يعني يكون ثابت على حاجه يعني. اه، وانت برضو عربي شايف ان توظيف في كذا مركز دي بتبقى حاجه كويسه؟ اه طبعا حاجه كويسه ان انا العب في اكتر من مكان، دي بتسهل برضو على الكابتن ان انا ممكن اقدر العب احلله في اي مكان، مفيش مشكله عادي. تمام كويس. عايز اسالك بقى فارس، يعني البدايات انضميت للنادي الاهلي سنه كام، او بدايتك مين اللي اختارك، او النادي اشتراك من نادي تاني، يعني البدايات كانت ازاي؟ لا انا كنت جاي سنه 2010. 2010؟ يعني انت بتتكلم دلوقتي في حوالي 8 سنين و9 سنين داخل قطاع الناشئين. مظبوط. اه كويس. كنت جاي اختبارات، وكان اول واحد شافني كان كابتن احمد عبد الباقي. احمد عبد الباقي، ربنا يديله الصحه يا رب. بعد كده بقى مضيت وطلعت فوق، كان اول مدرب كان كابتن اسامه عباس. اسامه عباس. انت ايه، انضميت من الاكاديميات ولا الاختبارات؟ الاختبارات. يعني كنت في اختبارات، قدمت فين؟ في اختبارات في مدينه نصر ولا مدينه نصر؟ في مدينه نصر. وانت عربي؟ انا لعبت اول حاجه في نادي انبي. رحت انبي في 2012 كده. وبعدها قعدت 6 سنين بالظبط في انبي. كويس. لحد الموسم اللي فات كده. بعد كده نادي انبي مشاني، واول كابتن كلمني هنا كان كابتن احمد ابراهيم. كلمني، كان ماسك 99 مع كابتن امين عرابي السنه اللي فاتت. تمام. كلمني وقال لي تعالى وبتاع، فالمهم ان انا جيت الحمد لله النادي الاهلي السنه اللي فاتت، وده تاني موسم ليا. كويس كويس، خاصة كمان لسه هاجي لك دلوقتي عن الشغل الحلو اللي أنت عامله كمان مع فريق 2000. فارس، يعني قول لي بقى المدربين، من وقت ما أنت انضميت للنادي الأهلي سنة 2010، المدربين اللي أنت مريت عليهم بقى داخل القطاع، مين بقى الأسماء اللي مرنتك داخل القطاع؟ أنا كان أول مدرب كان لما جيت كان كابتن أسامة عباس. بعد كده كان كابتن عصام صلاح تاني سنة. بعد كده كابتن ياسر محمدين. بعد كده كابتن هشام حنفي. تمام. بعد كده كابتن أحمد سراج قعد معانا أربع سنين. كويس. بعد كده السنه دي كابتن امين. ايه بقى ابرز التعليمات اللي كان كل مدرب بيعلمها لك، او اللي انت اتعلمتها من كل مدرب؟ لا طبعا، يعني كل مدرب استفدت منه حاجه طبعا من كلامهم كلهم، بس يمكن اكتر واحد مثلا يعني كنت عشان هو فضل معانا 4 سنين كان كابتن احمد سراج. فاستفدت منه حاجات كتير وخبراته حاجات كتير. طبعا يعني عشان قعدت معاه فتره كبيره. فتره كبيره، قعدنا 4 سنين. وانت عربي، انت جيت السنه اللي فاتت، السنه دي مع الكابتن امين عرابي، والسنه اللي فاتت برضه كنت مع الكابتن امين. مع الكابتن امين. ايه بقى ابرز الحاجات انت يعني، او النصايح اللي بيقولها الكابتن امين عرابي؟ هو دايما بيقول لي يعني دايما خليك في ال 18 عشان انت فيرويد. يعني انت دايما اللي تحرز الاهداف. تمام. يعني احنا كل بنعمل كل الشغل ده تحت علشان انت في الاخر تنهي لنا الهجمه. كويس. دايما تبقى في الصندوق، يعني اكتر شغلك دايما يبقى في الصندوق. علشان انت تخلص لنا دايما الماتشات. واحنا بنعرض اهداف دلوقتي، ده مباراه ايه دي؟ مباراه السكه الحديد، الاهلي والسكه الحديد دي. اتفضل كمل عرض. انت جايب كام هدف في الدوري دلوقتي؟ انا جايب 15. 15 هدف ما شاء الله. لعبتوا كام مباراه في الدوري تقريبا كده؟ لعبنا تقريبا 13 مباراه. 13 مباراه، يعني انت معدي النسبه كمان، يعني 15 هدف في 13 مباراه. الحمد لله. انتوا متصدرين الدوري دلوقتي؟ متصدرين الدوري بفارق 4 بونت عن الفرق اللي تحتينا اللي هي مصر التامين. بكام بونت؟ ب4 بونت. 4 بونت. ولينا ماتش مؤجل مع سرايا القبه. تمام. والماتش اللي جاي يعني احنا اول ماتش لينا في بدايه الدور الثاني مصر التامين برضو. تمام. الدوري المنطقه بقى، يعني انتوا خاصه انتوا لعيبه كمان ما شاء الله مميزه، كنتوا تتمنوا الدوري اللي انتوا بتلعبوه ده يبقى دوري منطقه، ولا يبقى دوري جمهوريه زي 97 وزي 99 وزي 2001 يبقى دوري برضو قوي؟ كنت تتمنوا يا فارس؟ اكيد طبعا يا كابتن، يعني الدوري الجمهوريه بيكون بيتشاف اكتر وبيكون الناس كلها مركزه عليه، بس برضو نفس الكلام برضو هم مركزين على الدوري المنطقه. كويس. وفي ناس كتير بتتفرج عليه وبيكون دوري قوي، يعني فرق كتير بتحاول تثبت نفسها. لا دوري جامد. انت بتصعد فارس مع 99 مع كابتن مدحت، وبعد 97 مع كابتن عادل. كابتن عادل قبل ما يروح دلوقتي كابتن ياسر رجب. كويس. يعني انت شاركت معاهم في ماتشات ولا بتتمرن معاهم؟ بتتمرن معاهم على طول. كويس. مين بقى المغترب اللي فيكم؟
انا قاعد في استراحه الناشئين. انا قاعد في الاستراحه. عربي؟ منين بقى عربي قول لي؟ انا من محافظه البحيره. محافظه البحيره. مركز حوش عيسى. عزبه خليفه قريط. طيب يا عصانه برضو يعني انا في الاستراحه اول ما اتفتحت كنت انا كان الكابتن حسام غالي والكابتن عماد متعب والكابتن احمد بلال والكابتن امير عبد الحميد وانا كنا خارجين برضو من الاستراحه. عايز بقى اعرف كلمنا بقى عن يومك داخل الاستراحه، اليوم بيبتدي ازاي؟ هو احنا بنصحى بدري دايما، يعني الفطار بيبقى الساعه 10 مثلا. بنفطر والتمرين بيكون الساعه 2 الساعه 12 في الميعاد اللي هو في الجدول. الصحيان الساعه احنا بنصحى مثلا الاستاذ جلال بيصحي لنا الساعه 9 9 ونص بالكتير عشان الفطار بيبدا 10. الفطار 10. عندكم برضو في نظام في موضوع التغذيه في الاستراحه؟ طبعا. يعني احنا عندنا الفطار من 10 ل 11 او من 9 ل 11. كويس. والغدا من 3 ل 6. والعشاء من 8 ل 10. تمام. والعشاء من العشاء من 8 ل 10. من 8 ل 10. طب اليوم بقى بيمشي في الاستراحه ازاي؟ انتوا بتدرسوا طبعا. في بتدرس ايه يا عربي؟ انا في معهد حاسب الي. معهد حاسب الي. وفارس؟ انا في كليه اعلام. في كليه اعلام. بتوفقوا ازاي بقى ما بين الدراسه وما بين التمرين ما بين المباريات؟ لا هي بتكون صعبه يعني، بس يعني بنحاول على قد ما نقدر، ومثلا الايام اللي احنا بنجيب فيها من الجامعه بنجيب جواب من النادي وبنوديه للجامعه يعني. هم بيحاولوا برضه ساعات يقدروا كده يعني. تمام. وانت عربي؟ انا يعني انا برضو نسبه الحضور بتاعتي في المدرسه مش كتير عشان طبعا انا قاعد هنا في النادي مقيم في الاستراحه. فنسبه الحضور في المدرسه بتبقى قليله شويه. ولكن يعني الامور بتمشي الحمد لله. تمام. وانت بتتكلم دلوقتي عربي انك انت لاعب مغترب والنادي الاهلي بيهتم بالتغذيه ودايما يعني في الوجبات بقى في مطعم النادي الاهلي الفطار والغداء والعشاء. معانا تقرير دلوقتي مهم برضو من مطعم النادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي بيهتم بيكوا كلاعبين من التمرينات من النواحي الطبيه من تثقيف اللاعبين. في معانا تقرير مهم دلوقتي هنشوفه مع حضراتكم داخل مطعم النادي الاهلي للناشئين. الحمد لله النهارده هنا بنعمل وجبات اسبوعيه للاعبين، في تغيير في انواع الاكل، في طبعا لعيبه بيبقى عليها نظام غذائي معين، دكاتره الجيم كاتب لهم نظام غذائي معين. طبعا الحمد لله احنا بنعمل لهم على قد ما نقدر وجبات بتناسب معاهم الفتنس بتاعهم الوزن كل حاجه يعني. ان شاء الله وجبه الفطار بتبقى من 8 ل 10، وجبه الغداء بتبقى من 2 ل 4، وجبه الغداء العشاء بتبقى من 9 من 8 ل 10 بالمساء، بتبقى على حسب تنسيق مع المشرف الاستراحه مع مدير الاستراحه الاستاذ جلال على المواعيد. طبعا المواعيد نزل الاستاذ الكابتن فتحي مبروك. كل 15 يوم بيبقى في مثلا تنظيم في الاكل، تغيير في انواع الاكل. طبعا المشرف الاستراحه طبعا بيبقى ليه دور في النظام ده، اللعيبه بتحب كذا ما بتحبش كذا، بنعمل نوع واثنين وثلاثه من انواع الاكل عشان نرضي جميع اللاعبين. في لعيبه مثلا مشويات، في لعيبه يعني على حسب نرضي اذواق اللاعبين بحيث ان احنا نرتقي بالقطاع الناشئين في ده. عايزكم بقى عربي يا فارس تكلموني عن مشوار البطوله السنه دي بقى مع الكابتن امين عرابي، خاصه ما شاء الله انكم كنتوا متصدرين بفارق 4 نقاط وليكم كمان مباراه مؤجله، يعني ان شاء الله تفوزوها يعني تفرقوا كمان عن فرقه مصر التامين مركز التامين. مشوار بقى كان البدايه بقى. احنا من اول يوم كابتن امين مسكنا، كابتن امين وكابتن اشرف وكابتن تامر قعدوا معانا واتكلموا معانا ان احنا لازم نمشي زي ما احنا مشينا على طول، لان احنا كان بقى لنا فتره مع كابتن احمد سراج 4 سنين بناخد الدوري. تمام. فلازم احنا يعني مسمعين في النادي وفرقه كويسه، فلازم نمشي بنفس الريتم اللي احنا ماشيين بيه على طول يعني. كويس. اقوى الماتشات ايه يا عربي السنه دي انتوا لعبتوها؟ دي مباراه ايه دي؟ دي مباراه اتصالات تقريبا. دي الاتصالات. دي تقريبا الاتصالات. لا الاهلي وطلع الجيش. الاهلي وطلع الجيش. الاهلي وطلع الجيش. عندنا فرق كتير كويسه والله، يعني عندنا طلائع الجيش، عندنا وادي دجله. عندنا دول كلهم معاكم في الدوري. طب تقول لي اسماء الفرق الموجوده معاك في الدوري، يعني عشان برضو الناس اللي ممكن تقول ده دوري منطقه القاهره دوري ضعيف، مين اللي احرز الهدف ده؟ ده انا، ده زياد عملولي وانا اللي كابتن هادي. كويس.
عندنا فرق كتير كويسة يعني، عندنا عندنا وادي دجلة، عندنا طلع الجيش، عندنا مصر التأمين اللي هي تحتينا في الجدول، تمام، عندنا سرايا القبة، عندنا السكة الحديد كويس، عندنا فرقة اتصالات برضو فرقة كويسة، عندنا فرق كتير كويسة برضو. أقوى الماتشات بقى اللي أنتوا لعبتوها السنة دي، يعني أقوى فرقة السنة دي، يعني زي بلغة الكورة كده تعبتكم شوية. هو يعتبر كان احنا لعبنا أعتقد 13 أو 14 ماتش، اتعادلنا ماتش واحد مع مصر التأمين كان عندهم، هو ده كان أصعب ماتش، خلص 3-3. كان ماتش صعب، والملعب كمان يعني ما كانش ساعدنا قوي، بس هو ده الماتش يعني اعتبر كان اتقل ماتش في الدور الاول، ده الماتش الوحيد اللي احنا تعادلنا فيه بس. تمام، الماتشات كلها الحمد لله كسبناها. في المباريات بقى وفي الدوري يا عربي يا فارس، في فعلا ملاعب وحشه يعني بتتعبكم شويه في المباريات؟ اكيد طبعا، في كتير. في كتير ارضيه ما تسمحش خالص ان يبقى عليها ماتش رسمي خالص يعني. لعبتوا فعلا في دوري منطقه القاهره السنه دي على ملاعب كانت سيئه؟ احنا عندنا اكتر من فرقه عندهم ملاعب مش كويسه بدون ذكر اسماء يعني، بس هو في فعلا في ملاعب مش كويسه فعلا في الدوري اللي احنا بنلعبه ده. تمام، عايز بقى اخدكم لحته مهمه جدا، وانتوا يعني شباب ما شاء الله يعني لسه صغيرين، اي حد من صحابكم بيتمنى ان يكون موجود داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي وانه يلبس تيشيرت النادي الاهلي. فارس طبعا، يعني اول مره بقى وانت بتلبس تيشيرت النادي الاهلي ده مثل لك ايه وانت كمان موجود دلوقتي داخل قطاع الناشئين من النادي الاهلي؟ لا طبعا يعني انا اصلا كنت ساعتها كنت مش مصدق ان انا زمان كنت انا من المنصوره اصلا. تمام، يعني انا زمان كنت بمشي من مدينه نصر، كان عندي خالتي هنا في مدينه نصر، فانا كنت بمشي من السوق يعني جنب النادي كده، كان بيبقى نفسي اخش اشوف النادي جواه ايه وعامل ازاي او كده. فطبعا يعني لما مضيت وكده كان حلم لاي حد طبعا. حلم طبعا. وانت بقى عربي خاصه ان انت كمان منتقل من انبي للنادي الاهلي، فدي حاجه يعني طبعا. انا كنت فرحان جدا اول ما كابتن احمد ابراهيم كلمني، وكان كابتن امين عرابي برضه هو اللي ماسك السنه اللي فاتت، فكنت فرحان جدا اول ما مضيت. وطبعا النادي الاهلي اي حد يتمنى انه يلعب في النادي الاهلي، نادي كبير طبعا، وشرف لي ان انا العب في النادي الاهلي طبعا. تمام، مين بقى مثلكم الاعلى؟ مثلك الاعلى مين يا فارس؟ كابتن احمد فتحي طبعا. احمد فتحي، ايه اللي بقى اللي انت شايفه في احمد فتحي يعني عشان كده هو مثلك الاعلى او انت حابه في احمد فتحي؟ راجل يعني اكيد، رجولته طبعا جوه الملعب، واخلاصه للنادي طبعا، كل دي حاجات نفس اي حد يبقى زيه طبعا. احمد فتحي ده محليا وفي النادي الاهلي، طب عالميا بقى؟ كارفاخال، ريال مدريد. تشجع ريال ولا برشلونه؟ لا ريال مدريد. ريال مدريد 100%، عشان برضه بشجع ريال مدريد. وانت بقى عربي قول لي مين بقى المهاجمين الموازين اللي انت بتحبهم؟ انا في مصر هنا بحب صلاح محسن جدا. صلاح محسن ده مثل الاعلى في مصر. صلاح محسن طبعا يعني من اللعيبه الواعده واللعيبه الصاعده. صلاح محسن كان معايا في انبي اصلا، وكنا في الصراحه واحده وفي مكان واحد، وحبيبي يعني. طيب انت بقى بتتكلم عن صلاح محسن يعني، وبنقول له الحمد لله على السلامه يعني بعد عوده من فتره الاصابه، وعندنا كان في اصابات في النادي الاهلي، هنشوف دلوقتي تقرير عن الاصابات والتاهيل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. عندنا ثلاث مراحل بتبدا، اول حاجه اللي هي التشخيص، الدكتور بيقول عنده ايه، وبعد كده بيروح في الحاجه الثانيه العلاج الطبيعي، وبعدين بيجي لنا احنا التاهيل باخر حاجه. التاهيل ده بيبقى اخر حاجه، بعد كده بعد ما نخلص معاه التاهيل بنوديه ثاني للدكتور يشوفه وناخد فيه قرار بالنزول ولا لا، وبنبدا نتعامل معاه على الجزء المصاب لحد ما يقوى زي الجزء اللي هو السليم ده. هي بتتوقف من اصابه كل لاعب يعني، الكدمه غير التمزق غير الجزع غير الكسر، لا كل واحده ليها وقتها يعني. لو بصينا للاصابه اللي هي كذا حاجه، ممكن يكون حمل زياده، ممكن يكون قليل تمرين قليل، ممكن يكون هو ما بيقويش كويس، ممكن يكون الملعب ذات نفسه في حاجه اثرت فتصاب، ممكن يكون دخله جامده جدا في اي حد فتصاب، فتختلف الاصابه. والله دكتور اسامه سبورت لينا وعمل حاجه جميله السنه دي، عمل حاجه اسمها مركز تاهيل للقطاع كله، والكلام ده مريحنا جدا، لان احنا كان كل واحد مع فرقه، دلوقتي كل القطاع معانا. الدكتور اسامه عامل حاجه جميله جدا، ان كان كلنا بنتناقش حتى كمان في الاصابه، لان هو دماغه جميله جدا وسايب لنا مساحه يعني الحمد لله. والله في كذا نصيحه، النصيحه الاولانيه انه اهتم بالتمرين واهتم بالتقويات ويهتم بعدم السهر اللي حضرتك قلت عليه، لانه السهر ده من اسباب برضو ان بيتصاب الولد كتير،
ويركز في الحمل بتاعه في الملعب مع المدرب. بالنسبة لمرحلة التأهيل زي الدكتور طارق ما تفضل وقال ان مرحلة التأهيل دي بتيجي اخر مرحلة بعد مرحلة التشخيص ومرحلة العلاج الطبيعي، تيجي فترة التأهيل على حسب الإصابة اللي عندي. يعني في إصابة مثلا بتبقى ممكن يكون مثلا كلي على التمزق، التمزق ده درجة أولى وثانية وثالثة، فطبعا فترة التأهيل هتختلف من الفترة الأولى للفترة الثانية للفترة الثالثة. أهم حاجة بقى بنركز عليها في مرحلة التأهيل سواء كانت إصابة في العضلة أو في المفصل، إن إحنا بنحاول إن إحنا نرجع العضلة للكفاءة العضلية بتاعتها أو للقوة بتاعتها بالإضافة للإطالة بتاعتها مع مرونة المفصل اللي هي شغال عليه في العضلة. عوامل كتير ممكن ترجع للإصابات، ممكن يكون التشخيص بتاعه التشخيص مش سليم، ممكن يكون التأهيل برضه مش سليم، بس لكن الكلام ده الحمد لله رب العالمين مش موجود عندنا في القطاع. الحمد لله رب العالمين دكتور سامة مصطفى وقطاع الأطباء كلها قايمين بدور كويس جدا جدا جدا، التشخيص بقى سليم وبالتالي مرحلة العلاج الطبيعي بتبقى سليمة ومرحلة التأهيل الحمد لله رب العالمين بتتم على أحسن وجه. والحمد لله رب العالمين ما عندناش حتى إصابة إن لعيب أو مصاب ويرجع تاني نفس الإصابة تاني، الحمد لله ده مش موجود عندنا في القطاع. مرحلة التأهيل دي مرحلة مهمة جدا 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 لأن التركيز كله يبقى عليها، يعني مرحلة العلاج الطبيعي خلص العلاج الطبيعي بتاعه خلاص، مرحلة التأهيل هي اللي بترجع اللاعب للنشاط تاني أو بترجعه لنفس الفورمة تاني، فالمفروض إن هو بيلتزم بالقواعد بتاعتنا اللي هو الالتزام مثلا بمواعيد التأهيل، النوم بدري، التغذية برضه لأن التغذية عامل مهم جدا جدا في استعادة الشفاء بالنسبة للإصابات الرياضية. حتة الالتزام برضو واحنا الحمد لله رب العالمين القطاع عندنا اللعيبة عندنا ملتزمة جدا ومحافظين على نفسهم ومحافظين على الكيان بتاعهم لانه عايز يرجع وعايز يرجع في احسن حالة ومش عايز الاصابة تجيله تاني، والحمد لله الامور عندنا مستقرة الحمد لله رب العالمين. يعني بص بقى عربي فارس، قولوا لي بقى السنه اللي فاتت انتوا خدتوا البطوله وكان اخر مباراه كمان كان امام الزمالك، كلمونا بقى عن البطوله السنه اللي فاتت خاصه ان انتوا كنتوا ابطال البطوله السنه اللي فاتت. هي البطوله في الاول كانت منطقه كانت برده كانت فرق برده زي دي برده كانت فرق تقيله وكانت فرق صعبه وكان دوري صعب. بعد كده كان دوري منطقه برده ولا كان دوري جمهوريه؟ لا كان دوري منطقه. بعد كده تحول لقطاعات. كنا اعتقد 8 فرق او حاجه زي كده. بعد كده جينا في الاخر كان ماتشنا كان ضد ماتش الزمالك وده اللي هيكسب يعني هياخد الدوري. اللي لازم اللي يكسب فينا هو اللي هياخد الدوري. فدخلنا الماتش وكسبنا الحمد لله 3-1. 3-1 ده كان اخر مباراه في الدوري، اللي يكسب المباراه ياخد البطوله. حضرتك كنت موجود في المباراه دي عربي؟ مباراه الزمالك؟ طب كلمنا بقى عن يعني احساسك وانت مباراه قمه اهلي وزمالك وفي الناشئين، كان شعورك ايه في المباراه دي؟ كنت موجود بس ما كنتش بشارك، لان كنت وقتها كنت مع 99. بس كنت موجود يعني. كنت بتصعد مع 99 وقتها؟ انا كنت مع 99. تمام. طيب قول لي بقى فارس، مباراه اهلي وزمالك يعني بتمثل لك ايه خاصه كمان السنه اللي فاتت لعبتوها ما شاء الله ربنا يوفقكم، ومن خلال مباراه الاهلي والزمالك خدتوا البطوله كمان؟ لا طبعا بيكون مباراه يعني مباراه ثانيه واحساس ثاني طبعا لينا والجهاز، لان هم كمان يعني بيحفزونا للمباراه دي ان دي مش زي اي مباراه. تمام. وان يعني احنا من جوانا ومن نفسنا حتى بنكون عايزين ننزل نلعب الماتش وعايزين نكسب وبنلعب برجوله. لا كويس. مباراه ثانيه خالص طبعا وبلا استعدادات خاصه. استعدادات طبعا خاصه طبعا. كويس. قولوا لي بقى انتوا بتشوفوا عندنا التجربه اللي احنا عملناها هنا في قناه النادي الاهلي في ملعب الاشبال واحنا بنذيع مباريات على الهواء مباشر، شفتونا واحنا بنذيع ل 97 و2001، شايفين الموضوع ده ازاي؟ ده حاجه كويسه طبعا، الماتشات تبقى مذاعه. دي حاجه كويسه يعني بتخلي الناس تتشاف والناس الكويسه بتبان وحاجات كويسه كتير بتفيد اللعيبه، والماتشات تبقى مذاعه بنبقى كلنا مستعدين، بنبقى عاملين حساب للماتش كويس، الناس كلها بتتفرج علينا، بيبقى لها استعدادات خاصه يعني بتتفرجوا عليها فارس. بتتابعوا المباريات طبعا. تمام. وان شاء الله هنكون برده معاكم مع فريق 2000 وهنذيع لكم برده ان شاء الله مباريات على الهواء مباشر. الكابتن محمود خطيب بقى زار قطاع الناشئين، كان زياره مهمه واجتمع مع اللعيبه، شايفين يعني رمز كبير زي كابتن محمود خطيب ورئيس النادي الاهلي انه يجتمع باللاعبين، يعني شايفين الزياره دي ازاي؟ طبعا يعني حاجه تشرفنا كلنا طبعا ومعنى كده اصلا احنا لينا اهميه عند النادي ومهتمين بينا وحمسنا وحافزنا ان احنا اللي هنبقى اللي هنطلع جديد واحنا المستقبل النادي. لا كل الناس استفدنا من القعده دي بصراحه. كنتوا موجودين عربي في الاجتماع؟ كنا موجودين. كابتن سلمتوا على كابتن خطيب؟ سلمنا عليه طبعا. كابتن خطيب افتكرك عربي بدر ولا ايه؟ كان مفكرنا عربي بدر.
كنا مبسوطين طبعا ان احنا يعني ان احنا شفنا بس الكابتن محمود الخطيب، وكان الاجتماع معانا كان بيكلمنا دايما يعني ابرز النصائح اللي قالها الكابتن محمود الخطيب ان هو بيقول لنا ان انتوا دايما انتوا المستقبل، النادي الاهلي دايما الناشئين بتوعه بيبقوا محتاجهم في اي وقت، فانتوا دايما ركزوا خلي عندكم طموحات واصرار وعزيمه وشدوا حيلكم عشان ان شاء الله ربنا يكرمكم وانتم مستقبل النادي الاهلي في اللي جاي. ابرز النصائح يا فارس؟ طبعا ابرز النصائح ان يعني دي اهم فتره في حياتنا واحسن فتره واحنا شباب نلعب كوره، ان هي تبقى اسعد حاجه لاي انسان طبعا، اكتر فتره تستمتعوا بيها. بالظبط مظبوط، وان احنا يعني مستقبل النادي ويحفزنا ان احنا هنطلع وان احنا ان احنا الاولى للنادي كل الحاجات دي طبعا. اكلمكم عن الاب والام؟ طبعا دول اهم حاجه. حكالكم القصه اللي اصل احنا عرضناها هنا في قناه النادي الاهلي، اهم حاجه دول طبعا عايشين دور الاب والام طبعا، ودور الاسره ده مهم جدا. لو عايزين يعني نصيحه اول يعني طريق النجاح والتوفيق هو لازم الاب والام. أكيد طبعا احنا ماشيين برضاهم في كل حاجه. تمام. مهما اتكلمنا عنهم الاب والام طبعا، مش لو اتكلمنا من هنا لامتى كده فمش هنقدر نوفيهم حقهم يعني. تمام. طموحاتكم بقى ايه مع النادي الاهلي؟ طموحاتك يا فارس؟ طبعا نفسي طبعا ان انا اتمرن حتى مع الدرجه الاولى، بس يعني بعد كده حتى الفرصه تبقى تيجي مره واحده واطلع واتشاف الدرجه الاولى، وبعد كده منه اروح منتخب مصر طبعا. اي حلم اي لعيب في الناشئين طبعا ده نفسه ان هو ده اللي يحصل يعني. تمام. طموحاتكم يا عربي؟ انا نفسي برضو زي فارس كده بالظبط، نفسي اي حد مش انا وفارس بس، اي حد يتمنى ان هو يلعب في النادي الاهلي درجه اولى. ده شرف كبير لاي حد طبعا. اتمرنتوا قبل كده في ملعب مختار التتش؟ لا لسه. ملعب التتش اللي في الجزيره انا رحت مرنتوش فيه قبل كده؟ لا. طيب ان شاء الله يعني قريب كده تصعدوا بقى الفريق الاول ان شاء الله وتشاركوا في التدريبات، وان شاء الله يكون لكم مستقبل كبير مع النادي الاهلي. اخيرا بقى ابرز التعليمات والنصائح برضو اللي بيقولها لكم الكابتن امين عرابي المدير الفني لفريق 2000. طبعا كابتن امين يعني من احسن المدربين اللي اتمرنا معاهم، بيتكلم معانا كتير بيحفزنا وبيقول لنا ان احنا متشافين من فوق كويس وعارفيننا كويس وان هم مش يعني مش مهتمين بينا كويس جدا. في تمرينات تخصصيه كابتن امين بيعملها لكم؟ ممكن مثلا ياخد المدافعين، ياخد المهاجمين، لاعب الوسط، ويبقى في شغل تخصص بيعمل الكابتن. أيوة كابتن امين الشغل ده اكيد طبعا. بيكون في مثلا جزئيه مثلا مع كابتن امين، وفي جزئيه ثانيه مع كابتن اشرف، كل واحد بالتخصص بتاعه. تمام. بيحفظ المراكز كويس يعني، اشتغلوا معانا بصراحه. معانا برضو الكابتن تايجر مدرب الاحمال، حاجه جميله قوي ما شاء الله عليه، شغال معانا كويس جدا وموقفنا على رجلينا. مع الجزء الفني طبعا بتاع الكابتن امين والكابتن اشرف، شغالين معانا كويس من اول الموسم ودايما بيحفزونا وخلينا عندنا امل دايما وان احنا في الصوره والنادي الاهلي يعني مستنينا ان شاء الله في اي حاجه نعملها كويسه الحمد لله. تمام. هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم خريطه الاسبوع القادم في مباريات الناشئين، يعني ان شاء الله الاسبوع القادم في مباريات قويه جدا داخل قطاع الناشئين للنادي الاهلي. يوم السبت 26/1 مواليد 97 الاسماعيلي والاهلي بطوله الجمهوريه للشباب، المباراه هتكون الساعه 2:30. يوم الاثنين الاسماعيلي والاهلي مواليد 99 بطوله الجمهوريه للشباب الساعه 2:30. الاهلي والمقاولين العرب مواليد 2002 بطوله الفقاعات، ودي اللي هتبتدي ان شاء الله مع مواليد 2002 خاصه انهم كانوا متوقفين بقى لهم 3 شهور، فنتمنى لهم برده التوفيق ان شاء الله. يوم الثلاث 29/1 الاهلي والمصري مواليد 2003 بطوله الجمهوريه للناشئين الساعه 2:30. يوم الخميس 31/1 مواليد 99 الاهلي والمصري بطوله الجمهوريه للناشئين. طبعا في مباريات يعني من العار الثقيل داخل قطاع الناشئين الاسبوع الجاي، فنتمنى ان شاء الله للفرق كلها التوفيق في المباريات القادمه. عربي وفارس شرفتونا ونورتونا. ربنا يخليك. شرفين مع حضرتك. شرفين. بشكر ضيوف اللي كانوا مشرفينا النهارده، اثنين من لاعبي فريق مواليد 2000، العربي جمال وفارس طارق، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير وحلقه جديده من برنامج الاشبال.